Who was the leader? Who was the boss of the gang, of the cult? At home, it was my nan. Your nan made you have sex with animals? Yeah. Like goats and donkeys. كل ما تكون فاسد أكتر كل ما الشيطان يتبسط أكتر. مذيع قرر يستضيف في حلقته عدة أفراد كانوا منتمين لجماعات عبدة الشيطان، في اللي لقى نفسه وسطهم غصب عنه، وفي اللي دخل بمزاجه، وبعد فترة ما استحملوش اللي بيحصل من كتر ما هو حاجات فوق قدرة احتمالهم، وبعد محاولات كتير قدروا يهربوا وبدأوا يحكوا عن الطقوس والحاجات اللي كانوا بيعملوها عشان يرضوا الشيطان ويخلوه مبسوط على حسب تعبيرهم. بس ما كانتش طقوس، كانت حرفياً جرائم بشعة مجرمة في كل الأديان السماوية وكل قوانين البلاد. تعالوا نعرف معلومات أكتر عن عبدة الشيطان وإيه اللي بيحصل بينهم بالظبط. بس قبل ما نبدأ الحلقة، لو أنت لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكاياتنا الجديدة أول بأول، وياريت ما تتفرجش على الحلقة دي لو جنبك أطفال. يلا نبدأ حكاية. مجموعة من الناس رفضوا الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها وقرروا يمشوا ورا الشيطان، ومش بس كده، ده بقوا بيعبدوا كمان. الجماعة دي محدش عارف بدأت امتى، ناس قالت قبل الميلاد وناس تانية قالت بعد الميلاد، بس اللي واضح انه ظهر في اكتر من حضارة قديمة قبل كده. زي الفرعونية كان في إله الشر واسمه ست، وكان بيقدموا له القرابين والهدايا عشان يتقوا شره، والحضارة الهندية وكان اسمه الركشة، وكمان عند الإغريق وغيرهم كتير. بس ما كانتش عبادة شيطان زي اللي بنسمع عنها دلوقتي، لكن كانت زي بذرة أو نواة بدأ منها الفكرة، وبعدها اختفت ملامح الكلام ده كله وبدأ يظهر تاني بالمسمى الجديد، وهو عبدة الشيطان. مؤسس المجموعة دي اسمه أنتون ليفي، وتلقب كمان بالبابا الأسود. اتولد سنة 1930 في شيكاغو في أمريكا. كان شاب من عيلة يهودية وممثل وموسيقي، بس كان عنده هوية وفضول حوالين الماورائيات والظواهر الخارقة للطبيعة. ولما كمل 16 سنة اشتغل كمروض للأسود، وبعدها في محلات السحر والعرافين، ودرس علم الجريمة، وبعد كده انضم المجموعة اسمها الدائرة السحرية اللي كانت بتعلم الناس طقوس السحر والشعوذة. ومنها بدأ يتعلم شوية طقوس سحر على شوية تعاليم لمجموعة المتنورين، وتعلم كمان تعاليم عبادة الشيطان. وتحديدا يوم 30 إبريل سنة 1966 أسس أنتون كنيسة اسمها كنيسة الشيطان أو تشيرش ساتن في سان فرانسيسكو في أمريكا، وكان هو الكاهن الأعلى فيها لحد ما مات سنة 1997. والمجموعة دي بتضم الملحدين اللي لا بيأمنوا برب ولا بحياة بعد الموت، وبيأيدوا فكر الشيطان وعايزين يعيشوا حياتهم ويعملوا كل اللي نفسهم فيه مهما بقى كان سيء ومؤذي. ومن بعدها الموضوع انتشر جدا في بلاد كتير زي بريطانيا، وفي بلاد تانية كتير في أوروبا وأفريقيا تحت اسمه منظمات كتير. ومش بس كده، أنتون ليفي قرر يعمل 4 كتب يكون فيهم التعاليم والوصايا الخاصة بعبادة الشيطان. وبالرغم من أن كل المنتمين للجماعة دي عارفين أن الكتب دي أنتوان اللي كاتبهم أساساً، إلا أنهم بيثقوا في الكتب دي ثقة عميق. كل كتاب من الكتب دي بيتكلم عن حاجة معينة، كتاب لوسيفر وده مضمونه فلسفة العبادة بتاعتهم، وبيناقش مواضيع زي الحب والكره والجنس، وكتاب بليعيل المكتوب فيه بالتفصيل طقوس السحر والشعوذة، وبيتكلم فيه عن التركيز المطلوب علشان يعملوا الطقوس دي، وبيتكلم فيه كمان عن طقوس 3 حاجات الجنس والرحمة والدمار، وكتاب القاعدة الذهبية بيدعم بس المتعة الجسدية، وكتاب الطاغوت فبيشرح 4 أدعية للشيطان وللشهوة والرحمة والدمار. لا، وكمان عبدة الشيطان عندهم تدرج زي التدرج الوظيفي كده، يعني مثلا بعضهم أمير وناس تانية بيبقوا منتمين، وبعضهم أمير مجموعة والأعلى من دول اسمه الشر، واللي فوقهم بقى كلهم في الدرجة بيسموه الشر الأعظم، ودايما بيختاروا يتجمعوا في الأماكن المهجورة أو البعيدة بمعنى أصح، الأماكن اللي ما عليهاش عين. From the front it looked like a castle. I had a long drive and big double wooden doors. عشان يقدروا يعملوا المصايب اللي بيقولوا عليها طقوس براحتهم.
والمكان اللي بيتجمعوا فيه غالباً هتلاقي مرسوم على الجدران زي تعابين أو جماجم وأشكال حيوانات غريبة كده. وفي بداية الجلسة بيتعاطوا المخدرات بكميات كبيرة جداً لحد ما يتوهوا خالص، وبعدين يمارسوا الجنس الجماعي وجنس اللواط وساعات كمان الجنس مع حيوانات، وبعدها بيبدأوا الطقوس الخاصة بيهم. والكارثة الأكبر إن في بعض الطقوس لازم يبقى فيها دم بشري بيقدموا كقربان للشيطان. What did they say about the devil, about Lucifer? Killing the people made him happy. وعلى حسب معتقداتهم إن الشيطان بيحبهم يضحوا بالدم النقي، واللي المقصود بيه دم الأطفال. ومن الناس اللي كانوا بيعبدوا الشيطان وتراجعوا قالوا إنه في طقوسهم كانوا بيجيبوا أطفال رضع ويموتوهم ويشربوا دمهم، لا وكمان ياكلوا لحمهم، وشافوا أطفال كمان في سن 4 سنين موتوهم برضو، ده غير المشردين في الشوارع اللي بيخطفوهم ويقدموهم كقربان للشيطان. There was a tramp who was brought in once, you know, and he was killed. He was cut from his throat down to his stomach. I've seen loads of babies killed there, just newborn babies or aborted ones which were only small, you know, 4-year-olds. وفي أوقات تانية بيقدموا قرابين من الحيوانات ويشربوا دمهم، وساعات ينبشوا في القبور ويطلعوا الجثث، ودايماً بيختاروا الحيوانات اللي لونها أسود، قطة، كلب، ديك، أي حيوان، يموتوه ويحطوا دمه في كاسات ويشربوه. كل حاجة بتتحدد على حسب الطقس اللي بيعملوه، بس المضمون يعني إن مفيش حاجة مش مباحة، وإن الإنسان المفروض يعمل أي حاجة نفسه تجيبه ليها حتى لو فكر في الانتحار. أهم حاجة إن الإنسان هو اللي يقرر إمتى وفين وإزاي. ومن ضمن أقوالهم للإنسان الحرية أن يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء ويموت متى يشاء. وشايفين إن الأخلاق والرحمة دول ضعف، والضعف طبعا ما ينفعش يبقى سمة من سمات الشر الأعظم، وإن العلاقات ما بين الناس المفروض تبقى قايمة على اللذة والمتعة بس. ومن أهم معتقداتهم كمان إن الشيطان اتظلم من ربنا لما طرده من الجنة، وبيبرروا ده بإن الشيطان قوي وعنده إصرار وبكده فهو بيمثل رمز القوة، وعندهم وصايا معينة بيلتزموا بيها، ومنها مثلا إنك ممنوع تحب جارك، وما ينفعش تتجوز ولا تنجب أطفال، وإن المفروض تعيش لنفسك بس. ومن ضمن أقوالهم كمان اقتل ما رغبت في ذلك، امنع البقر من إدرار اللبن، اجعل الآخرين غير قادرين على الإنجاب، اقتل الأجنة في بطون أمهاتهم، اشربوا دم الصغار واصنعوا منه حساء، اغبزوا في الأفران لحومهم، اصنعوا من عظامهم أدوات للتعذيب. من الآخر يعني بيعملوا كل حاجة عكس وضد أي تعاليم دينية سماوية ربنا قالهن. وبالرغم من انتشار الجماعات دي في أوروبا وأمريكا وبلاد تانية كتير، مع عدم ظهورهم بشكل واضح في مجتمعاتنا العربية، ده مش معناه إنهم مش موجودين حوالينا، بالعكس موجودين وبيحاولوا طول الوقت يصدروا لنا أفكارهم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أحب أفكركم إن دي مجرد معلومات بتتعرض لكم في سياق مترابط ولا تعبر عن أي رأي شخصي، وبعتذر عن الأفعال المفجعة اللي ذكرتها في الحلقة، وكان نفسي أقول إنها مش حقيقية لكن للأسف كلها حقائق لا تقبل الجدل. وكل اللي أقدر أقوله إن ربنا يكون في عون كل أب وأم بيربوا أولادهم في الزمن اللي إحنا فيه ده، لأنهم مش بيربوا، لأ دول بيحاربوا عشان يطلعوا نشأة سوي في وسط كل الهرج والمرج اللي حوالينا في كل مكان. نشوفكم في حلقة جديدة من حكايات نص الليل، كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.